كذلك ترأس رئيس مجلس الوزراء الشريف إسماعيل اليوم اجتماع اللجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص بحضور عدد من الوزراء. وخلال الاجتماع تمت الموافقة على إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة تقدر بنحو 400 فدان، تشمل الميناء وجميع اللوجستيات الخاصة به بتكلفة استثمارية متوقعة تبلغ حوالي ملياري جنيه. ومن المنتظر أن يخدم الميناء المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر وجنوب مصر. كما تمت أيضا الموافقة على إنشاء وصلة سكك حديد المناشي 6 أكتوبر لخدمة مشروع الميناء الجاف، وذلك لتعظيم النقل من خلال شبكة السكك الحديدية لتخفيف العبء على الطرق.